السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خوتي وخواتاتي وبالمهمات. كنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يلقاكم وانتم في أحسن ظروف والأحوال وفي سعادة يا رب. اليوم بحول الله غادي نشوفوا فيديو مميز، حيل كذلك بسيطة وفي متناول الجميع، اللي كنتمنى يا ربي تعجبكم. وإلا عجبتكم ما تنساوش اختكم اللايك والبارتاج، واللي كيعجبو هذا النوع من الحيل ما عليها غير تبقى معايا حتى نهاية الفيديو. وكنتمنى لكم بالطبع فرجة ممتعة. هنا مباشرة غنمشي معكم لهاد التدبيرة البنات. دابا ها هي المقلة، عندنا مثلا فيها كمية مناسبة ديال الزيت. أنا حيت ما غنقليش كبيت شوية باش نوريكم الفكرة، أكيد غادي توصل. غادي تاخدو الخل وغديروه هنا البنات في الزيت، ولكن سمعوني مزيان، الزيت ماشي سخونة، يعني أنا بقى أنا حطها فوق البوطاج، يعني أنا بقى ما وصلتش للنار نهائيا. إلا ضفتوا الخل على الزيت وهي سخونة راه الله يستر غادي تبقى تطرطق وتقدر تحرقكم. كتعرفوا إلا ضفنا شي حاجة باردة على الزيت سخونة غتبقى تطرطق بزاف. إذا غنضيفوا الخل على الزيت باردة تماما. شنو الغرض من هاد الحيلة هذه؟ هو أن هاد الخل ما كيخليش أي حاجة البنات قليناها أنها تمتص لينا الزيت، يعني أي حاجة قليناها وما بغيناهاش، هذا هو الغرض، يعني ما بغيناهاش تمتص لينا نسبة كبيرة من الزيت. كنضيفوا الخل على الزيت، ولكن أنا كنرجع نقول الزيت باردة. كنتمنى يا ربي هاد التتبيرة تعجبكم، ومشيو تشوفوا الفكرة الموالية. وهنا أخواتي بغيت نشارك معكم واحد الفكرة. كتعرفوا البنات الهاتف المحمول يعني البورتابل ولا يعني جزء لا يتجزأ من الحياة ديالنا، ولا ولينا كنستعملوه يعني بشكل يومي، هذه حقيقة لا مفر منها. كندخلوه معنا حتى المطبخ، يعني مجرد من أننا نساليو مثلا المواعن ولا نساليو شي حاجة ضروري، وإلا كنمشيو نهزو التليفون كنقولو خا ندير غطليلة. لهذا جبت لكم واحد الاقتراح زوين وبسيط، وان شاء الله غادي يهنينا من اننا ملي كنهزو البورطاب يعني كيتوسخ، كتكون يدينا يعني ماشي نقيه، كيتكرفص بهذا المصطلح في الكوزينه ديالنا ملي كنكونو كنقضيو الشغال ديالنا. وثاني حاجه يعني كنبغيو مثلا شفنا شي وصفه مثلا في قناه سحر الطبيعه وبغينا نطبقوها، يعني كنبقاو حايرين مع التليفون. احسن طريقه باش اننا غنصاوبوا ليه واحد قاعده بانه يبقى يجلس ونتفرجوا، يعني حنا كنصاوبوا الوصفه كنشوفوها من التليفون، وفي نفس الوقت يعني ما كيتكرفش التليفون ومحطوط في الامان. غناخذوا الكرتون ديال البيض، غادي نقطع صافي، يعني قطعت واحد المورصو بحال هكا، ولكم الحريه. اما كتاخذوا بابي الومنيوم وكتغلفوه بحال هكا، اما كتاخذوا السلوفان يعني اللي حبيتو باي حاجه بغيتو يعني تغلفوه باش ما يبقاش هذاك المنظر ديال الكرتون. ما كانش عندكم مشكل خليوه هكا، يعني لكم الحريه بحال هكا البنات. المهم كتغلفوه وكنديروه هكذا كقاعده في هذوك هاد الخويه هادي، راه متبت ما كيطيح ما حتى شي حاجه، كيبقى نقي ما كيقيسو لا ما لا يعني ما كيتكرفش. وكنحطوه بحال هكا، حنا كنصاوبوا الوصفه وميم طو كنتفرجوا فيها الا خديناها من التليفون مثلا. يعني فكره زوينه، هو هاد الحامل ديال البيض فيما بغيتي كدوريها البنات، يعني في اي اتجاه كنتي كتحكمي فيه كما بغيتي، هو شاعل. كنتمنى يا ربي هاد التدبيره تعجبكم، ونمشيو نشوفوا الفكره المواليه. هنا البنات كذلك بغيت نشارك معكم واحد التدبيره زوينه. الا كنتي يعني كتبغي انك ملي كديري العطر المفضل ديالك ويبقى يعني مثبت في الجسم ديالك لمده طويله، يعني كنا كنبغيو انها تبقى يعني الريحه اللي تنديرو تبقى مثبته يعني لساعات طويله وما تطيرش دغيا، احسن حيله البنات اللي كنديرها انا شخصيا باش تدوم معايا يعني الريحه في الجسم ديالي مده طويله، كتاخدي اي كريم عندك، سواء هذا مهم، اي كريم كتاخديه وكتاخدي واحد شويه بحال هكا، كتاخدي العطر ديالك سواء غالي سواء رخيص اي نوع كديريه او كتفضليه، وكترشي عليه هكا شويه ديال الريحه، وكديريها مورا ودنيك ولا جيت العنق ديالك ولا هاد بلاصه، مهم اي بلاصه كنتي كتفضلي انك تعطريها بحال هكا. هاد الكريم هو اللي كيخلي الريحه يعني البارفان تتشد مده طويله في الجسم ديالنا. الا ما عندكش يعني حتى كريم راه ممكن ديري غير فازلين، هاد الفازلين العادي كذلك كتاخدي واحد شويه بحال هكا وكترشي عليه البارفان ديالك وكدهنيه مورا ودنيك، راه كيبقى يعني الكريم سواء فازلين كيبقى يعني مثبت لينا العطر لمده طويله.
هنا حبيت نقول واحد الاشاره، هو ان انا ما كنشجعش البنات في هذه التدبيره على ان النساء يديروا هذه القضيه ويخرجوا بها للشارع. الحديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام لانه نهى على ان المراه تخرج متعطره للشارع. انا كنقول ماشي ما تريحيش، ديري الريحه وانما في قلب دارك. انا كنقول هذا الشيء ديريه في قلب دارك، ما تخرجيش به للشارع. هذه قلتها يعني ما بين قوسين، وكنتمنى يا ربي الفكره تعجبكم وتنال الرضا ديالكم وجربوها للناس، راها زوينه وغتلاحظوا الفرق بنفسكم. وهنا خوتي غنقول لكم هاد التدبيره زوينه كذلك. كنا يعني كنستعملوا الجيكس ضروري، انا بقى لي غير هاد المورسو يعني ما بقاش لي كثير لانني كنستعملوا بزاف البنات. انا بارفوا راه كنغسل به المواعن البنات، جربوا تغسلوا به المواعن كيخرج المواعن بحال هكا. حنا عاده كنستعملوه غير في الحكان ديال الاواني مع الصابون البلدي، ولكن خذوا واحد الطرف يعني يكون مورسو مزيان وغسلوا به المواعن كيخرجهم الزوينين البنات، لانه رطب ما غاديش تخافوا منه يعني تقولوا راه حرش، راه رطب، هذا هو السلك الرطب. دائما البنات ملي كنساليو منه يعني كنحيروا معاه، ما كنعرفوش كيفاش نتصرفوا معاه، نحتفظوا به وبالتالي كيبقى فازك، وملي كنحطوه في شي بلاصه كنلقاوه صدى وكنرميوه. ما عمركم تبقاو ترميوه، يعني الا كنتوما تستعملتوه وبقى مزيان صحيح غادي تاخذوا قرعه ديال الماء وغادي ديروه في الماء بحال هكا البنات، غير احتفظوا به فوق في قلب الماء ما غاديش يصدي نهائيا، بعكس بانه كيبقى في الماء ومحطوط محطوط هكا عريان ولا فشي بواطه راه اكيد غادي يصدي. ما الا خليتوه هكا ما غادي يطرى ليه حتى شي حاجه. ملي كتبغيو تجيو تستعملوه المره الثانيه كتاخذوه كتقضيو به، وملي كترجعوه كتبدلوا عليه هذا الماء، يعني ضروري تبدلوا عليه الماء باش ما يصديش. يعني انا وريتكم غير هذا المورسو هو اللي بقى ليا، نتوما راه تبارك الله اكيد غادي يكون عندكم مورسو يعني كبير هو اللي تبقاو ننصحكم به تبقاو تغسلوا به المواعن، راه رخيص يعني الثمن ديالو ماشي غالي، وجربوه في غسيل المواعن راه زوينه البنات. وفكره يعني في اطار الاقتصاد بدل ما كان كيشطوا لنا الطروفه وكنرميوهم. كنتمنى يا ربي هاد التدبيره تعجبكم ونمشيو نشوفوا الفكره المواليه. هنا البنات بغيت نشارك معكم هاد التدبيره الزوينه. كتعرفوا في وقت الصيف البنات ملي كنبقاو نستخدموا يعني السلوفان، اما كيتقطع لينا ما كيعطيناش الطوع في الخدمه وما كيبقاش يعني يبغي يلصق مزيان. احسن طريقه هو انكم ملي تبغيو تستعملوه ديروه 10 دقائق في الثلاجه، ولكن انا دائما كنخليه في وقت الصيف كنخليه في الباب ديال الثلاجه هكا فواحد القنت واقف. ملي كنستعملو كنلقاه يعني مزيان، كيشد مزيان، وكذلك ما كيكونش يعني مرخي، كيكون شاد راسو ودغيا كتحكمي فيه ما كيتقطعش. كذلك تدبيره اخرى هو اننا ملي كنشدو الرولو ديال السلوفان ما كنبقاوش عارفين يعني فين هي البدايه ديالو. اشنو غتاخذوا؟ واحد شويه ديال الماء يعني ها هكا كنفزقو غير يدينا وكتمرريه هكا على السلوفان انتيا هكا حتى حتى كتشوفيها هو الشيء هاو شو البنات. او ما بغيتيش ديري يديك غادي تاخدي ورق ديال ورق المطبخ ولا اي منديل مبلل كذلك غتفزقيه وتبقاي تمشي على الرولو بحال هكا وانتي كدوري انتي كدوري حتى كتجبريه بسهوله. ها هو الراس كيتقلع شو كيبقى يبان. كذلك التدبيره الثالثه غادي نشاركها معكم هو انكم باش تفاداو هذا الشيء كامل ملي يعني تستعملوه تساليو منه ملي توصل لهذا الاخر هذا باش نبغيو نقفلوه ما نقفلوهش نرجعوه نخليوه هكا اللور. هذه احسن تدبيره البنات غادي تنفعكم اكيد. ها هو شو يعني ماشي كملتو سديتو رجعت غير هاد شويه غير واحد القطعه ها هو غير طريف ها هو هو دابا انا بغيت نسدو خصني نديه لهيه، ولكن انا ما غنسدوش غادي نرجعو العكس باش يبقى هكا صافي راه كيتثبت. ونهار اللي كنجي كنلقاه هو باين بسهوله كناخذو وكنستعملو، وكذلك ملي كنسالي عاوتاني كنرجع واحد شويه منه للوراء وكنخليه بحال هكا. وكيف قلت لكم ديروه في الثلاجه، انا غنرجعو للثلاجه البنات راه كيبقى معايا صحيح وكي ما كيتقطع. والتدبيره اللي عندي هنا بغيت نشاركها معكم البنات كاخر تدبيره في الفيديو ديال اليوم. الا حليتي يعني الثلاجه وبغيتي تجبدي الخضره بقات شايطه لك مثلا من سيمانه ولا 6 ايام 7 ايام ولقيتي الخضره لقيتيها انها الوات، خصوصا كتبان لينا في خيزو كيبقى يتكمش بحال هكا وكيدير بحال الوا، هو يعني وجميع الخضر اللي كتلقايها كذلك القزبور ومعدنوس. اشنو غديري باش تعيدي ليه الحياه ويرجع كما لو انه يلا خديتيه جديد من السوق؟ كتاخذي الماء بارد، عرفتي شنو هي بارده البنات؟ قريب يكمل قريب يدير الثلج، او ليلى عندك لي كلاصون كذلك لوحيهم مع الخضره بحال هكا.
الا درتي الماء من الروبيني راه ما غاديش يرجعوا ليهم، يعني ما غاديش كيف ما كنقولوا ما غترجعش ليهم الحيويه وما غاديش يبانوا جداد. خاص ضروري يكون من الثلاجه ويكون بارد، عسو ديك البروده البنات اللي ما كنقدروش نشربوها، يعني ما كنستحملوش داك الماء بارد نشربوه هكذاك، يعني قريب يربي الثلج. غادي ديروه بحال هكذا وغتخليه فيه واحد 10 دقائق، غادي ترجعوا غادي تلقاو كلشي تبارك الله. الربيع كيرجع هكا كينتعش، الورقات ديالو كتحيا من جديد الا كان اللوى. الخضره كذلك يعني كنقولوا كترجع واقفه، ما كتبقاش مكمشه ومرخيه. يعني جميع الخضر اللي تبان لكم دارت هذه الحاله هكذا. كنتمنى يا ربي هذه الافكار اللي شاركت معكم ديال اليوم تعجبكم ويكون الفيديو خفيف ظريف عليكم وتستافدوا منهم ولو بفكره ولا بجوج. وكيف العاده الى عجبتكم هذه الافكار ما تنساوش اختكم اللايك وما تحرموهاش من البارطاج. شكرا لكم كاملين البنات، كنرحب بكم كاملين وكنرحب كذلك بالبنات اللي عاد اكتشفوا القناه والتحقوا بها، كنقول لهم مرحبا بكم عند اختكم والف مرحبا. نتوما اصحاب القناه ونتوما موالين الدار. القناه البنات الى كبرات غتكبر بكم، والى زادت القدام غادي تزيد بكم من بعد فضل الله سبحانه وتعالى. لهذا يعني واخا نشكركم حتى نعيا ما غاديش نوفيكم الحق ديالكم. شكرا لكم يا اغلى متتبعين عندي في القناه اللي كنعتز بهم وكنفتخر بهم. عندي تبارك الله متتبعات في المستوى التربيه، الكلام الطيب، الاخلاق، ما شاء الله عليكم كاملين بدون استثناء. الله يخلي لكم الصحيحه ديالكم ويخلي لكم وليداتكم، واللي عندها شي امنيه في خاطرها الله يحققها لها، لانكم فعلا تستحقون كل ما هو احسن واجمل. ما كنسخاش بكم كالعاده، ولكن ما عندي ما ندير، خصني نختم معكم الفيديو. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو مقبل ان شاء الله. لهنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والى اللقاء ان شاء الله مع حيه اخرى ومع الف سلام.